السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكل متابعي قناه كابتن جيمس. كنت عمر شو المحتوى، ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل حاجه بنزلها ان شاء الله. وعلى فكره الان حلقتنا النهارده ثغره زياده عملات ومجوهرات في لعبه دريم ليج 23. قبل ما ابدا معاكم كنت نزلت خمس طرق لجمع العملات والمجوهرات اللي في اللعبه، الطرق اللي شرحتها جوه اللعبه مش من دماغي ولا مفتكرها، قلت الطرق اللي ممكن تجمع من خلالها مجوهرات والعملات. بس النهارده بقى جايب لك خدعه مصغره تقدر تجمع بيها عملات ومجوهرات باسرع شكل ممكن، وطريقه مجربها انا ماشي بيها في اللعبه، وبرضه من خلالها قدرت اجمع العملات والمجوهرات دي بشكل سهل جدا وبدون تطبيقات وبدون خدع وبدون تهكير. قسم الاونلاين، قسم الاونلاين وهتزودنا عملات ومجوهرات، هقول لك ازاي تدخل على قسم الاونلاين بالشكل ده يا شباب. الفكره يا شباب انك بتدخل للقسم الاونلاين ده وبتبدا تنسحب. بس لو انت معاك فريق اسطوري انصحك تعمل الخطه اللي بعملها دي والتجربه اللي بعملها دي، قدرت من خلالها خلال الطريقه دي اجمع عملات ومجوهرات بشكل سريع جدا جدا. طبعا لو انت معاك فريق اسطوري تقدر تستغل الثغره دي بشكل مناسب ليك جدا جدا جدا. وهي انك تدخل القسم الاونلاين تبدا تلعب، تبدا من اول الفئه ال 20، فئه بتبقى فرق ضعيفه جدا جدا بتقدر تكسبها. عندك الفئه 19 نفس الكلام، الفئه 17 نفس الكلام، ال 16 ال 15 لغايه الفئه ال 13. من اول الفئه ال 20 الفئه 13 سبع فئات، بتقدر لو انت وفريقك قوي تكسب السبع فئات دول. تمام، طب بعد ما تكسب السبع فئات وطبعا بتاخد عملات وبتاخد مجوهرات في كل فئه مختلفه عن الثانيه، بتاخد عملات ومجوهرات بشكل كبير جدا جدا. في كل فئه بتكسبها ممكن تاخد اربع مجوهرات، تسع مجوهرات، 10 مجوهرات، سبع مجوهرات، ايا كان، بالاضافه للعملات اللي بتحصل هي. تمام، بعد ما وصلنا للفئه 17 بقى، بعد ما توصل للفئه 17 بتبدا ترجع تاني. ترجع تاني ازاي؟ وهو انك بتدخل تشارك وتنسحب، تشارك وتنسحب. هتهبط من الفئه 17 هتاخد مجوهرات وهتاخد عملات بالاضافه للماتشات اللي بتلعبها. تمام، هتنزل الفئه 16 هتاخد مجوهرات وهتاخد عملات بنفس الطريقه الى الفئه 20. بكده انت لعبت الفئه من 20 ل 17 ونزلت من ال 17 لل 20 تاني. في خلال السبع فئات دول انت نزلت وطلعت خدت عملات وخدت مجوهرات. لو جربت الطريقه دي واستمريت بيها هتقدر تجمع عملات ومجوهرات بطريقه سهله جدا جدا، وان شاء الله مش هتندم وهتقدر تجمع مجوهرات وعملات. اسرع طريقه في اللعبه كلها واسرع استراتيجيه هتقدر من خلالها تجمع عملات ومجوهرات. وعلى ضمانتي يا حبيب قلبي. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده، اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Got a big start, got a good heart. First gotta say that, gotta think smart. Trying to make moves, breaking my wrist, getting those kills.